طبعا احنا افتتحنا المدرسة ب 15/6، كنا عم نعمل تحضيرات قبل فترة لموضوع المدربين وموضوع التحضيرات الإدارية للمدرسة. هلا باليوم نحن وصل عنا العدد تقريبا ل 720 لاعب. بلشنا بالامور اني الانتقاء لاعبين. هلا انا نحن كامور اداريه وزعنا اوقات تمارين بشكل يتلائم مع كل عمر بالنادي، وعملنا اوقات تمارين بالمدينه الرياضيه، وراسلنا اداره المدينه مشكوره ساعدتنا لنعمل تماريننا بالمدينه لبعض الفرق المميزه. طبعا نحن هالسنه الجديد بالسنه، طبعا للمعلومه نحن وقت افتتحنا المدرسه الحطين الكرويه انا كنت مدير اداري بالعام 1985، وكان الكابتن جيفور مردكان مدير الفني، وافتتحت المدرسة باسم الكابتن جيفور مردكان حقيقة هذا بال 85، يعني ما بعرف شو هلا بالحسابات يمكن 35 سنة. هلا الجديد اللي عم نعمله هالسنة نحن عملنا إضبارة لكل لاعب، هلا عم نطبع على الإضبارة تتضمن عدة أوراق، من أوراق طبية، أوراق فنية، أوراق عن تطورات اللاعب، عن دراسته، عن كل شيء. يعني أنت اليوم هذه في انتقالات للمدربين، في انتقالات لنحن الكادر، بجوز تجي إدارة تقلنا جيب كادر تاني، فبلاقي الإدبارة موجودة للاعب، بيطلع على هذه الإدبارة بيعرف كل المعلومات. لأن احنا بعد 10 أيام عنا فحص طبي، اتفقنا مع لجان طبية رح تجي تعمل فحص عام للاعبين هدول المميزين، ملك اللاعبين المدرسة لتقريبا 200 لاعب، رح نعملهم فحص عام ونشوف شو عندهم لا سمح الله مشاكل صحية لنقدر نعالجها، ولحتى نعرف اللاعب شو هو وضعه الصحي من هلأ. هذا عمل احترافي أنا بظن ما حدا عمله بسوريا أبدا. طبعا كل هذا اللي عم نعمله نحن بمساعدة وحسيسة ومساعدة موجودة وقوية من السيد رئيس النادي الكابتن محمد جود، اللي هو دائما متواجد معنا على الهاتف، عم يتابعنا، عم يقلنا شو عم نحطه بالصورة، بدنا نعمل هيك، عم يعطينا الصلاحية مطلقة. نحن في شغلة قبل ما نشتغل بالمدرسة كنا متفقين مع الإدارة وعطونا صلاحية اني كل ما يتعلق بالمدرسة إداريا وفنيا ومن اختصاص الكابتن جيفور ومن اختصاصي، نحن الوحيدين وعم نشتغل بكل حرية مطلقة. وأنا بوجه الشكر الحقيقة للأستاذ محمد جود حصرا اللي هو كان معنا دائما بهذه المرحلة، وشكرا له كثير.